كوره راسيه رائعه دبل كيك على طريقه انزاجا لاعب تشيلي اللي عرفت هذه اللعبه باسمه في الدقيقه 7 من عمر وثمن هذا اللقاء علشان ينهي نادي الزمالك الشوط الاول متقدما على حرس الحدود مشاهدينا بهدف دون رد في النصف الاول من روايه هذا المساء. جول جميل تقدم به نادي الزمالك عن طريق باسم يوسف من تمريره ولا اروع ولا اجمل عن طريق محمود كهربا. هدف اول لمصلحه نادي الزمالك اللي بعد ما تقدم بهدف هدي اللعب وهدي